الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك بالأيتام فارفع جنابهم وأشفق عليهم بالحلو وباليدين. إن من الوصايا التي يحبها الله عز وجل أن يوصي بعضنا بعضا بالفقراء والمساكين، ومن جملة هؤلاء الأيتام، واليتيم هو من فقد أباه قبل بلوغه، لا يزال صغيرا لم يبلغ بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من المصلحين مع اليتامى وممن يوصي بهم. وقد حمى الله عز وجل أموالهم بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بل قد جعل الله أكل اليتيم من السبع الموبقات، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: منهن وأكل مال اليتيم. والإحسان إلى الأيتام دليل رحمة ألقيت في قلب الراحم، فإنه فقد أباه، فإياك أن تحمله همًا آخر ونكدًا آخر في ظلمه وتعذيبه وإهانته، بل لا بد من النظر إليه بعين العطف. بل إن كافله في الجنة هو والنبي صلى الله عليه وسلم، قريب بيته من بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقرن بين أصبعه السبابة والوسطى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة القلب، يشكو قسوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وكفالة اليتيم محققة للأجر سواء كان لك أو لغيرك، سواء كان لك أو لغيرك. يعني إذا مات الأب وكفلت الأم أبناءه وهم أبناءها ولا يزالون صغارا، فقد كفلت أيتاما لها، ومع ذلك تدرك هذا الفضل العظيم. بل إن الإحسان إلى الأيتام يا عباد الله يتحقق به الأمن يوم الفزع الأكبر. يوم الفزع الأكبر إحسانك لليتيم يجعلك في أمن. الناس خائفة وأنت في أمن بسبب إحسانك إلى هذا اليتيم. قال الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم بماذا؟ وقاهم بهذا الإحسان إلى الفقراء والمحاويج والمساكين، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وكل واحد منا ستدركه عقبة في يوم القيامة، عقبة. فمن أراد أن يتجاوز تلك العقبة فليطعم اليتيم. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أي وما يدريك ما الذي يجعلك تتجاوز هذه العقبة؟ أعطاك الله أعمالا. قال: فك رقبة، أي اعتاق العبيد، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة شديد الجوع يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فما أجمل هذه الأخلاق العظيمة الإسلامية. والله لا صلاح للعالم إلا بالإسلام. الأيتام في الدول الثانية صاروا أصبحوا عصابات، أصبحوا قطع طرق، شكت منهم الدول، هزوا أمنهم وسرقوا اقتصادهم، أصبحوا عصابات، خلايا ليلية لا يخرجون إلا في الليل، يقتلون الأنفس ويسرقون الأموال. ولكن الإسلام حاول جاهدا أن يكفل هذا اليتيم وأن يحسن رعايته وأن تحسن تربيته، وأعطي على تربيته وكفالته ورعايته الأجور العظيمة حتى ينشأ نشأة طيبة صالحة مستقيمة. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله. من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله
كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، كان بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. فالإحسان إلى الأيتام أيها الإخوان من أسباب الفوز بأعلى الجنان، ومن أسباب النجاة يوم القيامة من عذاب النار.